إذن ماذا تقرأ للإمام الحسين بهذا اليوم، بهذه المصيبة واقعة الطف؟ احنا مثل ما تقول استاذ محمد طبينا شلون الساعات صعبة، فراق الامام الحسين واخيه العباس سيدة زينب. فاقرا لك القصيدة على هاي اللحظة. فيقول: طبينا الساعات الصعبة بالطف، كل من يلزم قلبه. طبينا الساعات الصعبة بالطف، كل من يلزم قلبه. راح يطيح حسين الغالي ويصير الموت كان ببالي. راح يطيح حسين الغالي ويصير الموت كان ببالي. طبينا الساعات الصعبة، كل الصعبة هاي الغربة، من ترك تحرق الخيام. أكبر كسرة جيت بحسرة والقيك مترس بسهام. ما يعوفونك ويركنونك، ما يريدونك ساعة نام. عوفا صدره صرت عشرة، منظر ما مرن بأحلام. متحلف الناس تبجينا ونلطم على الراس تخلينا. متحلف الناس تبجينا ونلطم على الراس تخلينا. كون انا المدقطع وصالي، راح يطيح حسين الغالي. أحسنت يا حبيبي، الله إليك. مأجور.